segmented. إذا نرجع إلى الصورة السابقة تشوفون هاي الخطوط البيض، هاي كل ما بين خطين هي قطعة من الطفيلي. طبعا هاي القطعة هي قطعة متكاملة، بيها الدايجستيف سيستم، بيها السكس أورغانز، بيها الاكسكريتوري سيستم، كل شيء موجود بهاي القطعة. فإذا الباراسايت جسمه يكون segmented dorsally ventrally compressed، يعني يكون مضغوط الجهة الظهرية على الجهة البطنية، فنسميه tape like، يشبه لنا الشريط، أو نقدر نقول شلون شكل الورقة مسطحة، فمن عنده سميناه tape worms. طبعا نجي إلى طولها ما بين few millimeters to several meters. إحنا اليوم اللي راح ناخذها إن شاء الله بالمحاضرة عندنا أم several meters وأم السنتيمترات. أما المليمترز ما راح ناخذها اليوم، احنا كل سنة ننطيها للطلاب بس هالسنة يعني قالوا خففوا المادة فركزنا على المهمة بالعراق، يعني انت كطبيب باكر عقوان ممكن ان يكون عندك كونتاكت ويا هذه الديزيز. طبعا بالنسبة للأدلت سيستود بالدرجة الأساس تكون موجودة بالسمول انتستين للهيومن وتكون اتاتش للميوكوزا، وراح نشوف شنو اللي يساعدها بالاتاتشمنت. هنا بالباراسايت إذا تحبون تركزون ما عندنا ميل وفيميل، الميل والفيميل كانت فقط عندنا بالمجموعة الأولى بالنيماتود، كان عندنا ميل وفيميل. المجموعتين اللي أخذتوها ذاك الأسبوع وهذا الأسبوع هذول نسميهم هرموفروديت. هرموفروديت أو هو بالعربي يسموه خنثي، اللي هو الميل والفيميل السكس أورغانز موجودة داخل نفس الباراسايت. هذه أول نقطة. إذا صار عندنا من الثلاث مجاميع مالتي باراسايت مجموعتين هما هرموفروديت، فقط مجموعة واحدة كانت عندنا اللي هي شو اسمها نيماتود كان سيبريتد سكس. لو نجي إلى الترتيب مال الجسم مالتي باراسايت، جسمه يتكون من ثلاث قطع. القطعة الأولى اللي هي السكولكس اللي هو الرأس، هذا هو تشوفوا السكولكس. السكولكس بكل المجموعتين اكو بيه استراكشرات تساعد على الاتاتشمنت نسميها سكرز ممصات، عاده يكونون هم زوجين اثنين بالجهه الاماميه واثنين بالجهه الخلفيه. ايضا الباراسايت عندما نسميه بالروستيلم اللي هو مثل الخرطوم، يعني في التركيب قصير. هذا الروستيلم في قسم من الباراسايت يكون بروفايدد وير هوكس سباينز، قسم لا يكون ان ارمد ما باي اضافه. واضح؟ هذا حكينا على السكولكس. نيجي على أهم قطعة بجسم الباراسايت اللي هي الرقبة، النك. هذه المنطقة، هذه أهم منطقة بالباراسايت. شنو أهمية هاي المنطقة؟ هاي المنطقة تكون هي الجيرميناتد لاير، هي الطبقة المولدة، من عندها ينشأ كل جسم الباراسايت. من هاي المجموعة جسم الباراسايت ينشأ من عنده، يعني لنفرض انه اذا الجزء الخلفي من الباراسايت انفقد الباراسايت ما يموت، تقدر هاي المنطقة مالت الرقبة ترجع تعوض القطع اللي انفقدت من جسم الباراسايت. لهنا واضح الكلام؟ دكتورة بس هاي المأشر عليها حرف بي شنو هي؟ شنو مكتوبة بال؟ هذه فرع بي اللي هي الهوكس، وقلنا لكم اكو قسم بها اضافات، فهذا الاي هو السكرز وهذا البي اللي هي الهوكس. طبعا مو تكون موجوده عندها قسم بيها وقسم ما بيها، لكن انا الغايه شنو؟ عوف لي هاي السود، ضوع لي هذا الجزء الاحمر الغامق، شلون صاعد وبارز عن الجسم، هذا نسميه روستيلم الخرطوم او البروز. قلنا اهم نقطه بالجسم مالت الباراسايت تجينا هي النك، بعدها راح يجينا ما نسميه بالترانك او البادي او الستروبيولا. الستروبيولا اللي هي هذه البي والسي والدي. نبدي من المنطقه القريبه لمنطقه الرقبه اللي راح نسميها اماتشور غير ناضجه. تجينا الماتشور، شنو الماتشور؟ يعني اقدر اشوف السكس اورجنز، اقدر اشوف الميل واشوف الفيميل، يعني الميل اشوف التستيز، الفيميل اقدر اشوف الاوفري، اليوترس راح اقدر اشوفها. الجروب الثالثه اللي هي الجرافيد، هاي تصير في نهايه الباراسايت، هذه الجرافيد سيجمنت، هذه تكون مملوءه بالاكس، يعني ما نشوف بها تفاصيل اي شيء اكثر ما نشوف انه الاكس موجوده بها بنسبه كلش عاليه. واضح هنا تركيب جسم الباراسايت؟
خلصنا. نيجي إلى اللايف سايكل. اللايف سايكل للباراسايت بصورة عامة نحتاج إلى two different hosts، راح نحتاج إلى definitive host، وفي أغلب الأحيان يكون هو الإنسان definitive host، ما عدا عندنا الإيكاينوكوكس. سامعين بالإيكاينوكوكس أو الهايدت السيست اللي هو داء الأكياس المائية. بالأكياس المائية أكو اختلاف إنه الإنسان راح يكون هو المضيف الوسطي وليس المضيف النهائي. يعني أنت من طبيب ويجيك المريض اللي هذا تشوفه تشوف الدور اليرقي وليس الدودة البالغة. تلاحظون؟ تشوفون إحنا بكل مجموعة من ندرسها من الهلمنت أكو فد شيء استثناء. واضح الكلام؟ يعني ذاك الأسبوع منو كان الاستثناء عندكم؟ أن تختلف عن باقي المجاميع كانت الشستوسوما اختلفت عنهم. هنا اللي راح تختلف عن المجموعة هي الإيكاينوكوكس. بالإيكاينوكوكس الديفينيتيف هوست راح يكون الدوكس مو الهيومن، الهيومن راح يكون هو الانترميديت هوست. إذا جينا إلى اللايف سايكل مات الباراسايت اللي يهمنا إنه أكو ديفينيتيف هوست وأكو انترميديت هوست، هذه بصورة عامة. بصورة أيضا الباراسايت راح يحتاج فقط انترميديت هوست واحد. الكلاسيفيكيشن يعني أفضل أن تعوفوا، لأن الباراسايت اللي له علاقة بهذا الكلام لغنى ما ضفنا لكم إياه. أنا نسيت أمسح هذا السلايد، فنعوف هذا السلايد لأنه ما يهمنا بالكلام. نيجي إلى أهم ديزيز اللي هو الإيكاينوكوكوسيس. هذا اسم الديزيز، هذا اسم الديزيز العلمي اللي نسميه إيكاينوكوكوسيس. الكومون نيم هو هايدت السيست، بالعربي نسميه الأكياس المائية. واضح الكلام طلاب؟ بس أتأكد، أخاف الإنترنت ينقطع، فيعني جاوبوني. واضح. لو جينا إلى الإيكاينوكوكوسيس، الإيكاينوكوكوسيس يسببه الباراسايت نسميه إيكاينوكوكوس. الجينس مالتي باراسايت هو إيكاينوكوكوس. إذا جينا إلى الإيكاينوكوكوس عندنا فور سبيشيز، عندنا أربع أنواع من الممكن أن نسوي للإيكاينوكوكوسيس. الكومونست اللي هو أكثر شيوعاً اللي هو الإيكاينوكوكوس جرانيولوسيس. الأقل اللي هو الإيكاينوكوكوس مالتيكولاريس، بس احنا نعرف شنو كلمة مالتيكولاريس، متعدد الحجيرات. هسه من راح نجي ناخذ الباراسايت راح نشوف شنو فرقه عن الإيكاينوكوكوسيس. هذول الأذر تو سبيشيز هذول موجودين، واحد بأمريكا اللي هو أوليغاراثس، والثاني فوجيلي اللي هو موجود بأمريكا اللاتينية. يعني احنا بالعراق ما نشوف هذا الديزيز. انت كطبيب راح تتعامل ويا الإيكاينوكوكوس جرانيولوسيس والإيكاينوكوكوس مالتيكولاريس. نبدأ بالكومونست اللي هو الإيكاينوكوكوس جرانيولوسيس. قلنا الديزيز أما نسميه هايدد الديزيز أو نسميه إيكاينوكوكوسيس. لو جينا إلى الجيوغرافيكال ديستريبيوشن هو وورلد وايد، موجود بكل دول العالم. إنه ليش سبب الانتشار مالته؟ طبعا هو مرتبط بالشيب بالكتلز، وجود الأغنام الأبقار. شافوا إن يكون بالدول اللي يكون عندها الشيب كتل رايسينج ريجين يكون جدا عالي. مثلا دائما هذا نذكر الطلاب، عندنا مثلا نيوزيلندا. نيوزيلندا من الدول المشهورة برعاية الأغنام، حتى انه عدد اغنامها اكثر من عدد البشر، فنتوقع انه هذا الديزيز يكون موجود بنسبه عاليه. عاده هو يكون مور بريفالنت بالتمبريت كليمت سودان تروبيكال اريا. لو نجي الى الهابيتيت باراسايت وين اشوفه، مثل ما قلنا انه الاستثناء هنا انه المان اللي هو نقصد به الهيومن، مو نقصد به الرجل، المان نقصد به الهيومن. اللارفال ستيج الدور اليرقي راح يكون احنا ننصاب به، ما ننصاب بالادلت، ننصاب باللارفال ستيج. هذا في الدرجة الاساس راح يكون موجود بالليفر وموجود باللانج، ومن الممكن ان نشوفه باماكن مختلفة من جسم الانسان. على قولة استاذ كان يدرسنا يقول ما عدا الشعر ما الباراسايت ما الإيكاينوكوكوس ما تقدر تنمو به. الادلت وورم وين اشوف الحشرة الكاملة؟ أشوفها بالدوغ والأدار كيناينز، يعني الفوكس، الثعالب، الذئاب، الكلاب، من الممكن أن أشوفها موجودة بها.
الأسد مثلا من الممكن أن نشوف به الأدلت مالت الباراسايت. نيجي إلى الباثوجينيسيتي. الديزيز بصورة عامة إحنا البيشنت إيش وقت ياخذه؟ ياخذه during childhood، ياخذه خلال فترة الطفولة. ليش ياخذه خلال فترة الطفولة؟ لأنه إحنا الباراسايت النمو مالت اللاربال ستيج مو سريع، من معدل نص سنتيم إلى سنتيم بالسنة، وبعض الأحيان يكون النمو مالت الباراسايت أبطأ. فلهذا هو ياخذ في فترة الطفولة وما يبدي يحس بالأعراض مالت الديزيز إلا أنه هو يبلغ يعني بحدود 20-18 سنة، من الممكن البيشنت أن يبدي تظهر عنده السيمتومز، تظهر بأعمار أقل من الممكن لأن إحنا نتعامل ويا باراسايت، فعندنا عزلات تكون نسميها فيرولنس يعني قوية الإمراضية، أكو عزلات أقل، بس إن جنرال إنه إحنا الديزيز نشوفه بالأعمار اللي شوية كبيرة، يعني ما نشوفه عند طفل عمره 2 أو 3 سنين ما مقبولة. لو جينا إلى اللاربال ستيج نجي نباوع هذه الصورة اللي على هذه الجهة، تشوفوها كلكم عيني؟ أريد واحدة من الشابات تجاوبني، تشوفوها بنات؟ عم دكتور بشوفها. نعم زين، أحب تركزوا لي على هذا السهم، هذا تشوفوه هذه الطبقة، هذه الطبقة طبعاً هاي كلها اللي هنا تنشوفها هاي من الهوست، هذه من جسم الإنسان جاية، هذا الكونكتيف تيشو، هذا الفايبرس تيشو، هذا ما لنا علاقة. إحنا اللارفال ستيج يبدينا منه، يعني باراسايت يبديني من هاي الطبقة. هذه الطبقة نسميها إكتوسيست، إكتوسيست يعني الطبقة الخارجية إلى الكيس، هذه مصدرها من هذه الطبقة اللي هي الاندوسيست. مميزات هذه الطبقة، شنو مميزات طبقة هاي الاكتوسيست؟ طبعا هي في الطبقة الباراسايت يفرزها حتى يحمي نفسه. هذه تكون تاف يعني قوية، سيلولار ما بها خلايا، لامينيتد يعني مسطع، يعني شلون تكون مثل الطبقات صايرة، هايلين ممبرين يعني اذا تشوفها مثل الشفافة، السمك مالتها حوالي 1 مليمتر. هذه ايش تشبه لنا بالتركيب؟ كلكم سايلين بيض وشايفين بياض البيض من نسلقه، صح لا مو صح؟ من ندوسه بالسكين شايفه شلون يتحرك؟ الاستيك. هذا ايضا السيس راح يكون الاستيك. هذه شنو الخاصية؟ شنو فائدتها؟ هاي الخاصية هي مفيدة للباراسايت لكن مضرة للهوست. هذه الطبقة لنفرض يعني انه مثلا خلال الجراحة الطبيب يجي يريد يرفع هذا السيست وطخ هذه الطبقة بالسكين بالمشرط، انضربت هذه الطبقة. هذه الطبقة رأسا شو تسوي؟ ما راح العفو يعني تنقطع بالسكين، رأسا تنقلب، شلون نقول بالعربي على البطانة، رأسا تطلع هاي الطبقة الداخلية، رأسا هاي الطبقة الداخلية تطلع لنا لي برا، وهنا هي خطورة الربتشر مالت السيست. احنا السيست بحد ذاته ما إلى أي تأثير علينا، لكن التأثير مالتي راح يكون متى ما صار عندنا ربتشر والمكان مالت الباراسايت بجسم الإنسان. إذا هو كسيست ما عنده أي تأثير على الإنسان، تأثيره حسب الموقع مالت اللوكيشن وين موجود، حجمه، والتأثير الآخر في حالة إذا صار عندنا ربتشر لهاي الطبقة، لطبقة الإيكوسيست. زين، شنو الخطورة قلنا إذا صار؟ راح تجينا الخطورة من الطبقة الثانية اللي هي الإندوسيست. هذه الطبقة اللي هي الإندوسيست هي عبارة عن جيرمينال لاير، هي طبقة مولدة، طبقة مولدة يعني دائما تتكاثر، هاي الطبقة دائما في حالة انقسام وتكاثر. زين، هذه الطبقة هي تولد لي الإكتوسيست وتولد لي ما نسميه بالبرود كبسول، هذا هو البرود كبسول. احنا ليش سميناه هايدا السيست كيس مائي؟ لان السيست بي مثل الفلويد، وايضا في بعض الاحيان اذا سامعين يسموه هايدا الساند، الكيس الرملي. كيس الرملي هايدا الساند ايش نقصد بيها؟ كل جيرمينال لاير
من راح تنبعج الى الداخل، هاي طبعا تدس سالت تشي ربطنا، هذه ايضا جيرمينال لاير، هذا كل واحد تشوفوه هذا هو باراسايت. تشوفون البوينتر ماما، هذا كل واحد هو باراسايت، هذا كل واحد هو لاربال ستيج. فمن يصير رابتشر لهذا السيست ويتطشر هذا الباراسايت، هذه في اي مكان تروح من جسم الانسان قادر على ان تسوي له سيست. اي مكان تروح من جسم الانسان ممكن ان تسوي له سيست وتكبر وتبدي تسوي له فد كلينيكال سيمتومز حسب موقع الباراسايت وين راح يكون. هذه الرؤوس النواعم، هذه نسميها هايدة الساند، نسميها حبيبات الرمل. واضح الكلام؟ عندكم اشكال بالحكي لحد الان؟ قلنا هذول الهايدة البرود كبسول، هذول البرود كبسول هذول موجودات داخل سائل السيست بيفد نوع من السائل. لو نيجي الى تركيب هذا الهايدة فلويد، هو شنو الستركتشر مالته؟ اولا هو كالوريس، ما عنده اي لون، في بعض الاحيان يكون نوعا ما فد درجه بول يلو، البي اتش اسيديك، راح يحتوي على املاح اللي هي صوديوم وصوديوم فوسفيت سلفيت كالسيوم، من الممكن ان يحتويها. شنو اهميه هذا السيست؟ هذا السيست هو انتيجينيك، نستفاد منه بالكازوني تيست بالدايجنوسيس. وخطورة هاي الانتيجينيك هاي الصفة الموجودة للسيست، انه في حالة اذا صار ربتشر للسيست والجسم امتصه راح يصير عندنا انافلكتيك شوك، وهذه هي خطورة الديزيز. واضح كلامنا؟ هذه صور تشوفكم السيست، طبعا تنشوفها بالعملية. هذه اكثر من سيست موجودة داخل يعني جسم الانسان، هذا ايضا سيست واحد، هذه بالاكس راي من الممكن ان نشوفه جدا واضح السيست. واضح الكلام؟ واضح جيد. في بعض الحالات من ناخذ الاكس راي، في بعض الحالات عندنا السيست نسميه اسيفلوسيست، نحط له اي. هذا في بعض الحالات انه الباراسايت هذا السيست نسميه ستيرايل، عقيم. شنو معنى عقيم؟ معناته انه هاي الجيرمينال لاير ما تقدر تسوي لي هذه الهايدة الساند، او ما تقدر تسوي لي البرود كبسول. طبعا هذا السيست اذا في حاله انه الانسان انصاب بهذا النوع ما راح تكون عنده اصابه. في حالة إذا أخذ إنه انجستد بالديفينيتيف هوست هذا ما راح يسوي لنا إصابة. يعني في حالة لا سمح الله إنه إنسان عنده هذا السيست وتوفى وإجا كلب أكل جثة إنسان، هذا ما راح يسوي لنا سيست بالأنيمال. واضح؟ عندنا ما نسميه بالإندوجينوس دوتر سيست، هذه الإندوجينوس دوتر سيست قلنا هاي جيرمينال لاير، في بعض الأحيان يصير لها دي أتاتش تنفصل وتسوي لنا يعني أشبه لكم إياها بطريقة واضحة، إنه عندك طوبة اللي هي السيست الرئيسي اللي راح نسميه جراند دوتر، داخل أكو طوبة داخلية وهاي بداخلها أكو طوبة داخلية. تتفهمون يعني شنو خطورة المرض؟ انه قدرة هاي اللارفال ستيج على التكاثر السريع، يعني السيست الواحد قد يكون يحتوي على آلاف ما نسميها بالبروتوسكولوسيز اللي هي الرؤوس. هذا كل راس هو من الممكن ان يسوي لي باراسايت. فهذه هي خطورة الإيكاينوكوكس، خطورة انه هذا السيست في حالة اذا صار له رابتشر داخل جسم الانسان من الممكن ان ينتشر ويصيب باقي اجزاء الجسم. في بعض الحالات عندنا ما نسميه بالإكزوجينوسيست، الإكزوجينوسيست هذا يصير في حالة إذا الباراسايت راح إلى منطقة البون. البون مثل ما تعرفون ضيقة ما به ومتشو سوفت، بحيث تقدر الباراسايت ينمو اللارفال ستيج وتأخذ مساحتها، البون تكون المساحة مالتها ضيقة. إيش يسوي الباراسايت؟ شلون نقول ينبعج لي برا بس مو رابتشر، يعني تطلع لنا نتوءات لي برا. هاي النتوء في اغلب الاحيان هو راح يكون من الاكتوسيست وراح يكون من الجيرمينال لاير، لكن ما تنفجر،
ويبدي يدخل بالفراغات الموجودة داخل العظام عادة بالweak points أو weak parts من البون، فيسوي لنا formation ما نسميه بالexogenous cyst. لحد الآن واضح الكلام؟ endogenous يعني السيست بداخله يتبرعم تبرعم داخلي، الاكسوجينوس هو تبرعم خارجي. فهمنا شنو خطورة المرض وأهميته؟ نيجي إلى rate of growth، قلنا الإيكاينوكوكس معدل النمو مالته about 0.5 إلى 1 سنتيمتر بالسنة، في بعض الأحيان قد يكون أقل، فبالتالي قلنا هذا السبب إنه ناخذه في مرحلة childhood وتبدي لنا symptoms بالأدلت. نجي إلى distribution of the cyst، بما إنه الباراسايت يدخل لنا عن طريق الموت طبعا باكر مو باكر الاسبوع الجاي ناخذ اللايف سايكل. المود اوف انفكشن انه احنا ناكلنا الطعام ملوث بالايكاينوكوكس، راح يدخل لنا عن طريق الدايجستيف سيست راح ناخذ الايج، طبعا انفكتيف ستيج هي الايج ناخذها، راح ناخذها عن طريق الطعام، راح يصير الاكسستيشن يطلع هذا السان الامبريول موجود بداخلها، راح يروح لنا الى الليفر 70% من عنده يوصل الى الليفر، 10 الى 20% من الممكن يوصلون الى البرين، العفو اللانج 10 الى 20% لانج، بعدين البرين الكيدني السبلين البونز الاذر اورجانز. مثلا اكو عندنا حالات سجلوها بالاوفري انه اكو ايكاينوكوكس، اكو حاله سجلوها بالهارت انه اكو ايكاينوكوكس موجود، وهذا ما متوقع لانه من المفروض انه الهارت البلد فلو سريع عندنا في الباراسايت ما يقدر يسوي اتاتشمنت، لكن اكو كيسات سجلوا انه اكو من الممكن الباراسايت يكون بالهارت، الباراسايت بالبلورال فلويد من الممكن ان يكون موجود. قلنا في اي مكان يخطر في بالك الباراسايت من الممكن اللاربال ستيج من الممكن ان تكون موجوده. نيجي إلى الهايدة السيست الموجود عندنا، شنو يعني شو يقدر يصير؟ شنو التغيرات أو هو الفات المصير مالته؟ يعني هو شو يريد يصير اللي كان السيست؟ في بعض الأحيان عندما نسميه بالسبونتينيوس كيور، هو إلى والكيفة يصير لكيور، وهذه الفلويد السيست هو يموت، والفلويد جراجوالي أبزورب، فبما أنه تدريجيا تيمتص ما راح يصير عندنا الإنفلكتيك شوك، لأن يعني بالتدريج وكلها ماتت ويبدي الجسم يمص بالتدريج، فبالتالي ما راح يصير عندنا الى افلكتيك شوك. ايش يصير وقت ما يصير عندنا رابتشر وكميه كبيره من الفلويد تطلع عنا بالجسم؟ في بعض الاحيان قد يصير لكالسيفايد، يعني فد انجري مثلا بالكبد وتتلعب وجتك ضربه عليه، هذا راح يحفز انه السيست يموت ويصير له نوع من انه يصير له كالسيفيكيشن. أو عندنا spontaneous evacuation of the cyst following inflammatory reaction changes، في بعض الأحيان تصير الهوست immune مالت الهوست تكون لها القدرة على أن تسيطر لنا على نمو الباراسايت. قلنا الخطورة إنه في بعض الأحيان إنه هذا الليفر هايدة السيست يصير له rupture ويروح لنا للبلولار كافيتي وقد يروح لنا إلى اللانكس، ما يبي إنه ينتشر لنا الباراسايت إلى أماكن أخرى قلنا من الجسم. فهذه هي احتماليات انه شنو السيست من الممكن ان شيء يصير به داخل جسم الانسان. نيجي للكلينيكال فيتشرز، يعني شنو السيمتومز اللي ممكن ان تظهر على البيشنت ويجي يشكي لك. في اغلب الاحيان البيشنت ما عنده سيمتومز، يعني نقول انه بسبب هاي السيمتومز هو عنده ايكاينوكوكس. في اغلب الاحيان السيمتومز راح تعتمد لنا على اللوكيشن مالت السيست. في اغلب الاحيان هو البريشر افكت، بالأخص من يكون بالليفر، يعني يقول لك مثلا دكتور أنا تحس جهة اليمنى عندي أنا شو ما مرتاح بيها، تحس فتشي متنق يوجعني، دائما يجي المريض يشكي لك من هيجي شيء. في بعض الأحيان accidentally، يعني أثناء ما يسوي الإكس راي أنت داز على إكس راي على فتشي معين باللانج وتطلع عنده الهايدة السيست، أو دز على الليفر دز يعني أي إكس راي، فبأغلب الأحيان أو سيتي سكان MRI وأكسيدنتلي يصير الدياغنوسيس لل إنه وجود الإيكاينوكوكس. لو السيست نوجد بالليفر، في حالة إذا وجد بالليفر راح يسوي لنا هيباتيك إنلارجمنت
with or without bubble mass. قد ما تكون اكو ماس يعني مو كل شيء ينتفخ بجسمه يعني يكون واضح، لكن مثل ما قلنا هو اكثر شيء البيشنت راح يحس انه هو ما مرتاح، ان هاي المنطقه مؤذيه، هاي المنطقه متنقه عده مؤلمه، تؤلم ما مرتاح من عده. فباغلب الاحيان في حاله الهيباتكسس يجي يشكي من هاي السمتمز. في حاله اللانج من الممكن طبعا راح يكون عندنا تشست بين، راح يكون كاف ديسنير بيشنت عنده هيمبتسس. اذا وصلنا الى البرين او السيربرال هايدتت حيكون البيشنت عنده ابيليبسيا، لانه الكسس راح يبدا يضغط على الدماغ. بالكدني منا قلنا انه ممكن ان يوصل ويسوون هيماتوريا. فحسب قلنا مكان الباراسايتا ما عندنا في السيمتومز سبيسيفيك نقدر نقول انه هاي السيمتومز هي ريليتد للإكاينوكوكس. نيجي الى اللابوراتوري دايجنوستس للإكاينوكوكس. بالدرجة الاساس هنا اللابوراتوري دايجنوستس راح نعتمد على الايميجينج تكنيك. هنا الايميجينج تكنيك راح يكون جدا مهم عندنا بالدايجنوستس. مثلا عندنا الالتراساوند مهم، عندنا السيتي سكان. السيتي سكان يساعدنا في حاله الاكسترا هيباتيك ديزيز اذا توقعنا الباراسايت طالع من الليفر، الام ار اي في حاله السباينال فيرتبريت، الاكس راي بالبون وباللانجز، مثلا اذا بالكدني عندنا الاي في بوليجرام. هذه هنا الديزيز عندنا الايميجينج جدا مهمه بالدايجنوستس. هذا الاكزامينيشن اوف فلويد، هذا هسه اعرف لكم اياه او خلينا نحكي عليه. الاكزامينيشن اوف سيست فلويد، طلاب تسمعوني لو انقطع؟ هذا الاكزامينيشن اوف فلويد سيست، هذا شو كنت اسوي؟ في اغلب الاحيان هسه احنا ما راح نيجي على التريتمنت، راح نشوف انه احنا خلي اخذكم على التريتمنت. بالتريتمنت عندنا اهم شيء تشوفون هذا حجم السيست ماما. دائما احنا ما عندنا تريتمنت للإكاينوكوكس غير السيرجيكال ريموفال. في اغلب الاحيان نسوي عمليه جراحيه نشيل الهايدت السيست. واضح؟ هاي حوالي 90% من الممكن ان نسوي لهم هي ازاله للسيست. اني اذا زلت السيست راح ادزه للمختبر. ليش ادزه للمختبر؟ المختبر راح يفحص لي السيست يقول لي ستيرايل ولا نون ستيرايل. عرفنا شنو ستيرايل؟ ستيرايل يعني عقيم. اذا عقيم فخير على خير، هذا من مصلحه المريض. لا راح اسوي له فولو اب ولا راح انطيه تريتمنت. لان اني هو السيست ما بي يعني ما عندي احتمال انه حتى اذا صار عندي رابتشر انه قد انتشر في مكان اخر. اذا الاكزامينيشن اوف ذا اوف سيست فلويد هذا نسويه بعد ما نسوي العمليه الجراحيه. اوكي واضح الكلام؟ عندنا نسميه ما نسميه بالكازوني تيست. كازوني تيست هو من الهايبر سنسيفتي رياكشن تيست. هذا التيست شويه السنسيفتي مالته تكون واطيه. وهذا مثل ما قلنا هاي التيست اللي هي السكن تيست، في اغلب الاحيان الابديميولوجيكال ستدي من الممكن ان نستخدمها. السيرا دايجنوسيس ايضا من الممكن ان نستخدم، اما ان نبحث عن الانتيباتي او نبحث لنا عن الانتيجين. طبعا كل تيست له فد سنسيتيفيتي معينه والى سبيسيفيتي معينه. طبعا مثلا اذا نجي هذا الاول واحد اللي هو الانتيجين بي، هذا الانتي جي بي يفيدنا في حاله الهيباتيك الهيباتيك إكاينوكوكس، يكون جدا مهم والسنسيتيفيتي مالته بحدود 90%. لو جينا الى الانتيجين، الانتيجين ايضا راح يساعدنا بالدايجنوستس للباراسايت، لكن عندنا السنسيتيفيتي مالته قليله. الاذر تيست اللي من الممكن ان نسويها بلاد، راح نكون عندنا ايوزينوفيليا بحدود 20% توصل لنا الايوزينوفيليا هنا. من الممكن اللي هو هسه حاليا في اغلب الاحيان يستخدم اللي هو المولكيولر دايجنوسيس، نسوي البي سي ار. هذا البي سي ار حتى اذا حجم السيز جدا صغير من الممكن يسوي لنا دايجنوسيس ويساعدنا على تشخيص الديزيز. إذا هنا العفو بالدايجنوستس ما عندنا ستول سامبل ناخذ ولا ناخذ هذه، راح نعتمد على الايميجينج تكنيك وراح نعتمد على السيرو دايجنوستس في تشخيص الباراسايت.
لو نجي إلى التريتمنت، قلنا التريتمنت بالدرجة الأساس هو نسوي surgical removal للسيست، نشيله. طبعاً البيشنت راح يكون عندنا follow up، نحاول نتابعه لمدة سنتين أو أكثر في حالة إذا طلعنا السيست أنستيرايل، لأن في بعض الأحيان الباراسايت من الممكن أن يظهر لنا في أماكن أخرى، يعني إحنا نشيله من الليفر لكن ممكن بعد سنتين يطلع لنا باللانج. واضح الكلام؟ فبالتالي البيشنت في بعض الأحيان يقول لك أنا من الممكن أن أنطي التريتمنت إذا كان السايز مالت السيست أقل من 10 سنتيمتر، زين؟ أو في حالة إنه السيست موجود بالبرين أو بالهارت، هذه في بعض الأحيان يقول لك إحنا نفضل أن ننطي التريتمنت أفضل مما نلجأ إلى العملية الجراحية. هذه طبعا هو الاختيار والديسيجن راح يعتمد على الطبيب، هو يقدر حالة المريض أنه أي طريق راح يأخذه. قلنا ريكورنس نسبته بحدود 2 إلى 25%، البيشنت من الممكن بعد سنتين، فلهذا نبقى قلنا لمدة سنتين نسوي follow up البيشنت بالبريزنجتول والألبيدانزول، من الممكن أن نعطيهم يا للبيشنت. هذه صورة تشوفون السيست شلون جامعها الطبيب. نيجي إلى البروفيلاكسس، إحنا أني شلون أحمي روحي من الإصابة بالإيكينوكوكس. أول شيء لازم عندنا strict personal hygiene، لازم عندنا الهايجين مالتنا. هاي دائما هذا المصطلح اذا شوفوه دائما نستخدمه بالباراسيتيك ديزيز. الباراسيتيك ديزيز الهايجين مالت الانسان جدا مهم، يعني مثلا اذا انت واصدقائك طلعت الى مطعم، حاول مثلا ان يكون اختيارك لمطعم مناسب، نوعية اللحم اللي يقدم لك، طبعا تعتني بالنظافة الشخصية مالتك، هذه جدا مهمة. طبعا الدوكس اللي منتشره الموجوده بهذه نحاول انه ما نخليها تاكل الفضلات. شايفين القصابين السلاترد، قصاب دائما من يقطع الاغنام او الذبيحه يذب اكو فضلات يذبها بالارض، واضحه هاي كلكم شايفين قصاب، بالاخص القصاصي بالشارع، يعني وين ما تروح شوف لك براس الشارع معلق لك فخ خروفين ثلاثه. طبعاً إذا تنتبه أشوف أكو فد دوغز أو فد كاتس موجودات قريبات، فمعنى أنه تطمئن أنه اللايف سايكل مالتي الإيكينوكوكس كاملة عندنا. فنحاول أنه نخلي الفضلات تنجمع بأماكن معينة ما متاحة للحيوانات. أكو ريدكشن أوف ستيري دوغ بابيوليشن، أنا هاي ما أحبها، ما راني أقتل حيوان سائب لأنه يعني هذا هو الله خلقه، فما إلي حق أنه أنا أسلبه الحياة. فأني دوري مثلاً بالإيكينوكوكس يعني أحاول أن الهايجين مالت المجتمع، القصاب يعني أن يذبح بمكان يعني نقول مرخص، اللحم مفحوص. طبعاً سابقاً كان أكو فحص للحموم، إذا يمكن أنتم ملاحقين عليها أعتقد أهاليكم، إذا تسأل والدك كنا اللحم من نشتري لازم بيه طمغة مطموغ، يعني معناته مذبوح بمجزرة، يعني مفحوص، مفحوص انه اللحم ما بيه كاينوكوكس، واللحم انه هو هسه حنجي على باراسايت ثاني اللي هو التينيا، ان هذا باراسايت ما موجود بيه. او اذا تتذكرون الاسبوع الماضي تاكم دكتور حيدر الفاشولا هيباتيكا الليفر اللي نقدر نشوفها بالعين المجردة. فسابقا كنا احنا اللحوم ناخذها لحوم مختومة، لكن هسه اعتقد يمكن ذبح عشوائي صاير، فتحاول جهد الإمكان أن يكون اختيارك يعني للحوم من قصاب ثقة، قصاب نظيف حتى تقدر تأخذه. خلصنا الإيكينوكوكس جرانيلوسيز اللي قلنا هي الكاونست. رح نيجي إلى المالتيكولاريز، هذه نسبة انتشارها أقل لكن الديزيز خطورته جدا عالية. واضح الكلام طلاب؟ طلاب زين، شو بس تجاوبني انت، شو اسمك؟ دكتور ابراهيم. ايه شو بس ابراهيم يجاوبني؟ والله ما ادري. والله ما ادري يا ابراهيم، جماعتك وينهم ما ندري بيهم. ها ليش يستحون ما تشوفهم؟ اذا اشوفهم ما يخالف، ما بعد اشوفهم، يلا مو مشكله. هسه افتهمنا الكلام اللي شرحناه على الإيكينوكوكس جرانيولوسيز؟
نيجي على الإيكانيكوكس مالتيكولاريس. هذا الديزيز راح نسميه لوبيولار هايدد ديزيز أو مالتي لوكولار هايدد ديزيز. الباراسايت هو يشبهنا الإيكانيكوكس جرانيولوسيز، ما عدا إنه الأدلت ستيج الأدلت راح تكون هي أصغر من الإيكانيكوكس جرانيولوسيز. الإيج راح تكون متشابهة، لكن تكون هذه هنا الإيج أكثر مقاومة للظروف، يعني درجات الحرارة الواطية للكولد الأذر انفايرمنت كونديشن، فبالتالي الديزيز يقدر يقاوم. صراحة نيجي نقول إنه إحنا ليش هو الديزيز هذا بيه خطورة؟ طبعا اللايف سايكل الباثوجينيستي ما اشرح لكم اياها لانهم تقريبا متشابهين. لو نيجي الى الكلينيكال فيتشرز، الليفر هو اكثر مكان من الممكن ان ينصاب، وقلنا هو ديزيز ليثيال ديزيز، يعني يؤدي الى وفاه الشخص المصاب. الباراسايت من الممكن ان ينتشر لنا من الليفر، يوصل لنا الى اللانج، يوصل لنا الى البرين. الديزيز من يجون يشخصوه هو في بعض يشبه السيروس ليفر سيروسز، يشبه لنا البورتال هايبرتنشن والمالنيوتريشن. في بعض الاحيان الباراسايت راح بالدايجنوستيز يسوي له مس دايجنوست يسموه نيوبلازم، يشبه لنا نيوبلازم. ليش؟ لو نجي الى هاي الصوره على هالصفحه، شنو فرقه عن الايكينوكوكس جرانيولوسيز؟ اذا تذكرون طبقه الطبقه الاكتوسيست، هاي الإكتوسيست الطبقة هنا راح تكون شبه معدومة، ليش؟ كان سمكها 1 ملليمتر قلنا، هنا الطبقة تكون شبه معدومة أو جدا رقيقة. الجسم الإنسان ما راح يقدر يسوي لنا اللامينيتد لاير، الطبقة اللي تحد نمو الباراسايت. فهنا ايش راح يصير؟ إن الباراسايت راح يقدر ينمو بعدة اتجاهات، تشوفون يعني أكثر من سيست راح يكون عندي في نفس المكان. ذاك كانت السيست بالداخل، هذني الطوبات عفوا السيست، كنا نشوفها داخل هذا هذا السيست الرئيسي اللي هو الدوتر سيست. هنا لا، السيست راح تطلع لنا لي برا لان ماكو في الطبقه تحد النمو مالتها. فهذا الباراسايت حتى التريتمنت السيرجري اذا تريد تسوي له عمليه صعبه، لان الباراسايت يكون متداخل بالتشو ومتشعب به، بحيث انه من الصعوبه انه من الممكن ان يزال هذا السيست. ايضا قلنا ما عندنا الهايلين ممبرين، السيست ما بي فلويد، ما بي فلويد يعني شبه ناشف تقريبا. قلنا الهايلين ممبرين اللي هي الاكتوسيست ما موجوده او جدا خفيفه، فبالتالي الباراسايت راح يقدر ان ينمو باتجاهات مختلفه، اي فراغ موجود بالجسم من الممكن الباراسايت ان ينمو به. الدايجنوسيس عاده هو راح نعتمد على انه ناخذ لنا البايوبسي بالدرجه الاساس، السيتي سكان من الممكن ان يحدد لنا موقع وشكل السيست، والإيمولوجيكال تيست نفسها اللي استخدمناها بالإيكانوكوكس جرانيولوسيس من الممكن ان نستخدمها هنا ايضا بالباراسايت. هذه صورة تشوفكم، هذا الليفر، هذه تشوفوا الإيكانيكوكس مولتيكولاريس، تشوفون 1 2 3 4 شلون منتشر، بينما ذاك كان عبارة عن ماس وحدة. تذكروا هسه الصور شوفت لكم اياه، يعني السيست ماس وحدة، كتلة وحدة. هنا لا تشوفوا، يعني هذا اذا يريد يسوي له عملية، خلينا نقول طبعا هذا الليفر مال حيوان مصاب، لأن مو فقط الهيومن ينصاب، الحيوانات أيضا من الممكن أن تنصاب، اللي هي الشيب والكتل من الممكن أيضا ينصابون. تلاحظون يعني مو فقط الهيومن باللاربال ستيج، الكتل والشيب من الممكن أن ينصابون. لهذا قلنا من تروح تشتري لحم من القصاب تنتبه تشوفه، تشوف الليفر تقلبه زين. يعني هسه هنا لنفرض أن هذا كبد مال الإنسان، لو يريد يجي الطبيب شو يريد يسوي؟ قد يقص من عنده تقريبا ثلثه اذا مو اكثر، هاي هنا همتين. فلهذا هذا الديزيز يعتبر هو اخطر من الايكانوكوكس مولتيكولاريس، لكن الحمد لله انه انتشاره جدا قليل مقارنه بالايكانوكوكس جرانيولوسيس.
التريتمنت، التريتمنت هو ايضا قلنا السيرجيكال ريموفال، هذا يكون بالايرلي ستيج مهم. بالايرلي ستيج لان الباراسايت بعد ما منتشر اللارفال ستيج ما متداخله، فبالتالي من الممكن انه ازالتها، من الممكن ان ننطي تريتمنت للبيشنت. البروفينشن هي راح تكون مشابهه للبروفينشن اللي هي اللي كانوا كوكاس جرانيلوسيس. تشوفون شباب هاي الصوره هنا، هذه كل وحده مثل ما قلنا هي باراسايت، هذه كل وحده هي باراسايت. هذا اللي تنشوفه شنو بالداخل، اذا نضاوع هنا اكو فد لون ازرق غامق، هذا نسميه ايفاجينيشن، يعني الراس، راس الباراسايت اللي هذا هو الراس مالتي باراسايت، قلنا بي سكرز موجوده، موجوده بمنطقه النك، منطقه الرقبه. هذين اثنيناتهم مبعوجه وداخله بداخل هذا السيست، داخل هذا التركيب. هذا نسميه الهايدت الساند او نسميه الهكسوكامثيمبريا. هذا مجرد ما يدخل الى اي نسيج هذا الراس راح يطلع لي برا، اللي برا، وتبدي تصير عندنا اللارفال ستيج. لحد هنا كملنا ديزيزين مهمات بالهيومن موجودات بالعراق، يجوك المرضى عندهم الايكينوكوكس موجود عندنا ونسبة لا بأس بيها. في أغلب الأحيان يجيك عند هذول اللي هم يعني رعاة مع الأغنام، عندهم اتصال ويا الحيوانات، قصاب أو هيك شيء، تشوف هذا الإيكينوكوكس جرانيولوسيز موجود عندهم. نيجي إلى المرض الآخر اللي أيضا من الممكن أن تشوفه، لكن إحنا هنا راح تكون نسبة الإصابة قليلة عندنا، لكنه كحالات موجودة. يعني أنا أتذكر في أول تعييني، أول ما تعينت جتنا هذه الكيس تينيا سوليوم، جتنا الكيس مات تينيا سوليوم. هنا عندنا تو باراسايت، تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم. تينيا ساجيناتا اسمها ساجيناتا، هي بيف تيب ورم، هي دودة موجودة بالأبقار، سموها ديدان الشريطية البقرية أو الأبقار، أو يسموها أن أرمد غير مسلحة. تينيا سوليوم اللي هي بورك تيب ورم اللي تجينا من الخنازير، وهذه راح نسميها أرم تيب ورم. هذه هي التينيا ساجيناتا، تنشوف ما بيها هوكس فهي غير مسلحة، بينما هذه مسلحة موجود بها الهوكس، هذه هي التينيا سوليوم. إذا جينا إلى الجيوغرافيكال ديستريبيوشن مالتها، هم أيضا في كل العالم موجودين، والتينيا ساجيناتا هي راح تكون أكثر انتشارا من التينيا سوليوم. لو جينا إلى الباراسايت بالحالتين، هم اثنيناتهم من الممكن أن يكونوا موجودين بالسمول انتستين مالتي الهيومن، يعني مو بالليفر، بالسمول انتستين. بما انه هم سيستود، فايضا الباراسايت لا يزال الجسم مالته متكون من فروم 3 سيجمنت سكوليكس سترابيولا. هنا الشيء اللي يميز هذا الباراسايت انه الباراسايت طوله يوصل حوالي 3 امتار، واضح الكلام. الايكينوكوكس جرانيولوسيز اللي هي قلنا راح تتواجد بالدوغ، طولها يا دوب حوالي 3 سنتيم. هنا لا، هنا الباراسايت طوله يوصل بحدود 3 في بعض الأحيان إلى 5 سنتيمتر، 3 إلى 5 متر. تتخيلون طول الباراسايت ايش طوله؟ يعني أنت إذا طولك خلينا نقول ايش قد؟ متر ونص، مترين، يعني بقدك فد مرتين أو 3 مرات بقد الطول مالتك. واضح الكلام شباب؟ تتخيلون صورة الباراسايت إنه شلون المشكلة مالته؟ زين. الايج بالحالتين طبعا هي متشابهه، سواء الايج مالت التينيا ساجيناتا، التينيا سوليوم، الايكينوكوكس جرانيولوسيز، ثلاثتهم هم الايج مالتهم متشابهه، وان شاء الله الاسبوع الاخ بالمختبر راح نقدر نشوفها. زين، لو جينا الى الايج مال التينيا سوليوم، التينيا سوليوم الايج مالتها تقدر ان تصيب لنا البيج وتقدر ان تصيب لنا الهيومن. فإذا إذا صابت الهيومن، هنا الإنسان من الممكن أن يكون intermediate host وممكن أن يكون final host. هذا الاختلاف هنا عندنا. في حالة التينيا سوليوم الإنسان من الممكن أن أشوف الأدلت بي
فمن الممكن أن أشوف اللارفال ستيج. لا واضح الكلام؟ بينما تينيا سجيناتا الإنسان عادة تكون الإنسان راح تكون الإصابة موجودة به هي بالأدلت. اللارفال ستيج راح تكون موجودة بالكتل. إذا جينا إلى اللايف سايكل قلنا أيضا راح نحتاج لنا إلى تو هوستس. راح نحكي على تينيا سجيناتا. الهيومن هو الديفينيتيف هوست اللي هي قلنا الأدلت اللي طولها 3 إلى 4 أمتار موجودة بالهيومن. الانترميديت هوست هو الكتل. الإيجز والجرافيت سيجمنت راح تكون بالفيسز راح نقدر أن نشوفها. طبعا الجرافيت سيجمنت هاي بالهيومن راح تطلع لنا والإيجز أيضا راح نقدر نشوفها بالفيسز مالت الهيومن. في بعض الأحيان الباراسايت مو قلنا طولة 3 إلى 4 أمتار القطع الخلفية من الباراسايت تبدي هي تسوي ديتاش تبدي تنفصل من جسم الباراسايت وتطلع كقطعة كاملة بالفيسز. في بعض الأحيان لا يصير لها ديناتوريشن تبدي تتحلل وتطلع لنا الإيجز من بدها. طبعا الامبريو الموجود بداخلها نسميه أونكوسفير يعني سداسي الأشواك راح يتحرر وبوجود الهوكلتس الأشواك الموجودة براسه هاي في حالة التينيا سجيناتا راح يقدر يخترق الانتستين ويوصل للسيركوليشن ويروح لنا إلى سترايتد مسلز هاي تنحكي بالحيوان مو بالإنسان ويسوي لنا بالكتل ما نسميه بالسيستي سيركس بوبز الدور اليرقي بالكتل نسميه سيستي سيركس بوبس. واضح؟ هاي المسميات تنتبهوا لها. بالهيومن عندنا الأدلت بالكتل عندنا ما نسميه بالسيستي سيركس بوبس. طبعا شنقول خلينا نقول قبل 70 سنة أو أكثر كانوا يتوقعون إنه هذا السيستي سيركس بوبس هو فد باراسايت ثاني. ما كان يخطر على بالهم انه هو الدور اليرقي لهذا الهاي الادلت. بعدين بمرور الوقت قدروا ان يعرفون فلهذا تشوفه نعطيك انما اسم علمي نعطيك اسم علمي سيستي سيركس بوبس ما سميناه لارفال ستيج لان سابقا كانوا يتوقعوا انه هذا هو في الديزيز يعني معين خاص بالكتل بعدين تبين انه هو لارفال ستيج مالت التينيا سجيناتا. ما او مثلا احنا من نقولها مثلا اللي يحب ياكل تكه لان هي الوحيده او الستيك في قطعه كبيره حاول ان حصلت تاكد يخرج لك هذا اللارفال هو من الممكن أن يسوي هاتش أوت ويسوي أتاتشمنت. هذه تشوفون هذه الصورة للأدلت موجودة داخل سمول انتستين. طبعا هذه حجمها كبير فبعض الأحيان حتى أسوي يعني سد الأمعاء وأسوي لنا هو بيجي هيومن. هنا الإنسان من الممكن أن نشوف الأدلت ومن الممكن أن نشوف اللارفال ستيج بي. طبعاً هنا اللارفال ستيج راح نسمي أيضاً سيستي سيركس لكن سيليلوسس مو بوبس. كلمة بوبس دائماً من نستخدمها نترمز إلى الكتل. هنا سيستي سيركس سيليلوسس فمن الممكن بالإنسان أن نشوف في شوف الأدلت وأشوف السيستي سيركس سيليلوسس. طبعا من الممكن هذه السيستي سيركس سيليلوسز انه يصير لها ديفلوبمنت بالهيومن. السورس مالت الاصابه انه الانسان من تجي السيستي سيركس سيليلوسز اما انجشن ايج وذ كونتامينيتد ووتر اور فود او في بعض الاحيان الادلت من الممكن ان يصير عندنا اوتو انفكشن يرجع يصيب نفسه مره ثانيه الانسان وهذه الأوتو إنفكشن بسبب الحركة مالت الأمعاء في بعض الأحيان تكون بطيئة فمن الممكن أن يرجع الإنسان يصيب الإصابة. نيجي إلى الباثوجينيسيتي. عادة هي تكون ما بها سيمبتومز لكن باي ذا تايم
قد يكون عندنا ذيك abdominal discomfort السبب إنه قلنا حجم الباراسايت كبير. عندنا indigestion يصير عندنا persistent diarrhea أو diarrhea يعني يصير مرة diarrhea مرة constipation يصير عنده و lose of appetite. نجي للسيستي سيركوسيلوسيس اللي قلنا هي larval stage مال التينيا سوليوم. في بعض الأحيان من الممكن أن تنمو في أي جزء من جسم الإنسان. هذه إذا تشوفوه نامي بالجلد بالسكن. تشوفوا شلون طالع larval stage مبينة. في بعض الأحيان من الممكن قلنا أن تروح لأي مكان من جسم الإنسان، لكن في بعض الأحيان مثل ما قلنا بالسكن تدخل subcutaneous tissue بالمزلز فسوينا visible nodules. هاي تشوفوها كلش واضحة قد عقد كلش مبينة بجسم الإنسان. قد أيضا تروح لنا إلى البرين بما أنه هو larval stage فيقدر ينمو في أي مكان من جسم الإنسان. نيجي إلى laboratory diagnosis. laboratory diagnosis قلنا نسوي demonstration للإيج بالستول. عندنا direct smear or concentration method. وبما أنه الإيجز هي متشابهة إحنا ما راح نقدر نفرقها، فبعض الأحيان يعني والغاز اللي يفوت هسه